بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والأربعون. متى تجيء إلينا؟ غدا إن شاء الله. متى اسم استفهام ظرف زمن بالفعل تجيء. تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلينا جار ومجرور متعلق بالفعل تجيء. غدا ظرف زمن بفعل محذوف. إن حرف شرط شاء فعل شرط. الله فاعل وجواب الشرط محذوف. التقدير غدا إن شاء الله أجيء. تجيء وحدك أم مع زوجتك؟ أجيء وحدي. تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. وحدة حال منصوبة بمعنى منفردا مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أم حرف عطف مع زوجتك معطوف على وحدك. أجيء فعل وفاعل وحدي حال منصوبة بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. محمود زوج عائشة محمود مبتدأ زوج خبر مضاف عائشة مضاف إليه. فاطمة زوجة عبد الله فاطمة مبتدأ زوجة خبر مضاف عبد مضاف إليه. مجرور عبد مضاف لوز الجلالة مضاف إليه. هذا عني هذا اسم إشارة مبتدأ عني خبر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. هذه عمتك هذه اسم إشارة مبتدأ عمة خبر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. هؤلاء أعمامنا هؤلاء اسم إشارة مبتدأ أعمامنا خبر مضاف نا مضاف إليه. هؤلاء خالاتي هؤلاء اسم إشارة مبتدأ خالاتي خبر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. أخوالي يحبونني كثيرا أخوالي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. يحبون فعل مضارع خبر والواو فاعل وهو عائد على المبتدأ والنون نون الوقاية يقي الفعل من الكسر. والياء ضمير متكلم في محل النصب مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير إحبابا كثيرا. سألت فريدا كتابه فما أعطاني. سألت فعل والتاء فاعل. فريدا مفعول به أول كتاب مفعول به ثاني مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. فحرف عطف ما نافية أعطى فعل ماضي وفعله ضمير مستتر تقديره هو والنون نون الوقاية وياء المتكلم مفعول به. ما اسمك يا ولد عبد الغفار. ما اسم استفهام مبتدأ اسم خبر أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم اسم مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء ولد منادى عبد خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير اسمي عبد الغفاري عبد مضاف غفاري مضاف إليه. وما اسم أبيك عبد الكريم. وحرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ اسم خبر مضاف أبي مضاف إليه. أبي مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. عبد خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير اسم أبي عبد الكريم عبد مضاف الكريم مضاف إليه. أين أبوك الآن؟ هو سافر إلى بخارى. أين اسم استفهام خبر مقدم أبوك مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. الآن ظرف زمن في كائن تقديرا هو ضمير منفصل مبتدأ سافر جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ إلى بخارى جار ومجرور متعلق بالفعل سافر.
متى يرجع؟ ألا تعرف؟ لا يا سيدي لا أعرف. متى اسم استفهام ظرف زمان بي يرجع؟ يرجع فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو. الحمزة حرف استفهام. لا تعرف جملة فعلية وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. لا حرف جواب. يا حرف نداء. سيدي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. لا أعرف جملة فعلية وفعله ضمير مستتر تقديره أنا. معلمي يمدحني كثيرا ويسميني بالتلميذ المجتهد. وأما أخي فلا يمدحه بل يزمه أحيانا. معلمي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. يمدح فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وهو عائد على المبتدأ والنون نون الوقاية والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير مدحا كثيرا. وحرف عطف يسمي معطوف على يمدح فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والنون نون الوقاية والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به بالتلميذ جار ومجرور متعلق بالفعل يسمي. المجتهد نعت للتلميذ. وحرف عطف أما حرف شرط. أخي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الفاء حرف واقع في جواب الشرط. لا يمدح جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والهاء ضمير متصل في محل النصب مفعول به وهو عائد على المبتدأ. والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم جواب الشرط. والنحاة يقدرون المعنى على أنه مهما يكن من شيء فأخي لا يمدحه. بل حرف عطف يزم معطوف على لا يمدح جملة فعلية وفعله ضمير مستتر تقديره هو. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أحيانا ظرف زمان بيزم. هذا التلميذ يسمى محمودا وهذا أحمدا. هذا اسم إشارة مبتدا. التلميذ نعت يسمى فعل مضارع مبني للمجهول خبر. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وهو عائد على المبتدا محمودا مفعول به. وحرف عطف هذا اسم إشارة مبتدا والخبر محذوف. التقدير هذا يسمى أحمد. أحمد مفعول به. اسم هذا الولد فريد. اسم مبتدا مضاف. هذا اسم إشارة مضاف إليه. الولد نعت فريد خبر. اسم هذه المرأة زهرة. اسم مبتدأ مضاف. هذه اسم إشارة مضاف إليه. المرأة نعت لهذه. زهرة خبر المبتدأ. سألتك عن مسألة فما أجبتني. سألت فعل والتاء فاعل والكاف ضمير متصل مفعول به. عن مسألة جار ومجرور متعلق بالفعل سألت. فحرف عطف ما نافية. أجبت فعل والتاء فاعل والنون نون الوقاية يقي الفعل من الكسر. والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به. زوجتي معلمة. زوجتي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. معلمة خبر. زوجة عبيد الله امرأة صالحة. زوجة مبتدأ مضاف عبيدي مضاف إليه. عبيدي مضاف الله مضاف إليه. امرأة خبر صالحة نعت. زوجك معلم. زوج مبتدأ مضاف والكاف الضامر المتصل في محل الجر مضاف إليه. معلم خبر. هذا عريس وهذه عروس. هذا اسم إشارة مبتدأ. عريس خبر. وحرف عطف هذه عروس معطوف على هذا عريس. والله أعلم بالصواب.